ما لو تحدثنا الآن عن جزئية مهمة جدا متعلقة بتفاصيل الحرب، ما الذي يخطط لقطاع غزة بعيدا عن سياسة التهجير ودفع الفلسطينيين نحو الجنوب أو نحو الأردن؟ يعني لا يزال التكتم سيد الموقف الإسرائيلي، لكن هناك بدأت تتضح بعض المعالم. أولا موضوع التهجير لا يزال قائما إسرائيليا في مسعى إلى دفع السكان جنوبا ثم شمالا ثم جنوبا، وبعدها خلق حالة أنه غير قادرين أنه يتحملوا الوضع، هذا ما تناول يعني تخطط له، وتضطر مثلا إلى استقبالهم حتى ولو بالقوة، يعني هذا التفكير الإسرائيلي. طبعا التفكير الآخر والذي أيضا بان يعني حاضرا في جدول الأعمال وفي النقاش وأجل تسريبه، هو أن إسرائيل تريد أن ترى أن تبقي سيطرتها العسكرية على غزة، حتى لو كانت هي لا تريد أن تتحمل مسؤوليات المدنية ولا مسؤوليات إعادة الإعمار ولا الحالة الإنسانية، لكن تريد الحالة المسؤولية العسكرية على غرار ما يسمى مناطق بي في الضفة الغربية وفقا لاتفاقات أوسلو. فهي تريد أن تحكم يعني المسؤولية مدنية فلسطينية أو دولية ومسؤولية عسكرية إسرائيلية. لكن إسرائيل خرجت في 2005 من غزة لأنها استراتيجيا أرادت أن تتخلص من غزة، لأنها أصبحت يعني مكلفة أكثر مما مجدية التواجد العسكري هناك. وأعتقد أن هذا مشروع فاشل، وهناك يجب أن لا يغيب عن بالنا التصريحات التي ظهرت في الأمس من حاخامات يهود عسكريين طبعا في الجيش بالزي العسكري، يتحدثون عن إعادة استيطان غزة أو شمال غزة بالأساس، وحتى يتحدثون عن لبنان، عن أرض إسرائيل الكبرى، وعن إعادة استيطان بما فيها لبنان، وأن يستعد الجنود وشعب إسرائيل إلى ساعة الفرح الكبيرة بهذا اللحظة. سيد أمين مخول، يعني قبل أن نعرج على خطوات أخرى في سياق حديثك، لكن دعني أتوقف هنا عندما ذكرت، يعني هل يمكن لإسرائيل الآن أن تحتل مدينة غزة وشمال القطاع وترحل كل أهالي المنطقة الشمالية وأهالي مدينة غزة إلى الجنوب وتبني جدارا عازلا يقسم القطاع إلى جزئين كما تقول هي الآن؟ بالفعل استطاعت عسكريا كما تزعم أنه تقسم القطاع إلى جزئين شمال وجنوب. نعم، يعني هذا المخطط. أنا لا أتحدث أنه تستطيع، ما سيكون في نهاية المطاف هو تحدده النهايات وليس المعارك وليس البدايات، ونحن لم نصل إلى خط النهايات بعد. متى تتوقع الوصول إلى خط النهايات؟ أنه هناك توتر مثلا مع الموقف الأمريكي بدأ يتضح، لأن الأمريكان يفكرون بشكل آخر، وهناك توتر إسرائيلي داخلي أخذ يطفو على السطح وأخذ يكون الحالة الجدول الأعمال الأساسي فيما يخص عائلات الأسرى. ونتنياهو يتحدث عن أنه مستعد وقف إطلاق النار فقط إذا تم إطلاق سراح الأسرى، وهذا لا يتناقض مع مطلب أهل الأسرى، لأن أهل الأسرى يطالبون وهم ليسوا وحدهم، كل المجتمع الإسرائيلي معهم عملياً في إطلاق سراح جميع الأسرى، الكل مقابل الكل، هذه الصيغة التي أتوا بها مقابل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من هون التصعيد الرهيب في السجون الإسرائيلية في هذه الأيام على فكرة فقط. لكن الواضح أنه بلينكين أيضا أتى ليبدأ في هندسة ما بعد اجتياح غزة، ما بعد حرب غزة، سيناريو اليوم التالي. وبلينكين يعني يسعى إلى زيادة دور السلطة الفلسطينية وضمن والمطلب الفلسطيني الذي كان حازماً في أنه فقط من خلال حل شامل. لكن إسرائيل تريد الآن تقويض السلطة الفلسطينية في الضفة ونقل المعركة أيضاً أو توسيعها إلى الضفة حتى لا تكون هذا خياراً فيما بعد. فالمخطط الإسرائيلي على غزة لا يأتي فقط بما يحدث في غزة، نعم، بل بما يحدث سيد مخول، يعني وهنا يدفعنا للتساؤل عن نظرة تقييمية لتعاطي السلطة الوطنية الفلسطينية مع ما تريده الإدارة الأمريكية واستقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والحديث عن سيناريو الولايات المتحدة لليوم التالي بعد القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، هكذا تقول وتفكر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يعني هناك حاجة إلى أن يكون موقف واضح وموقف فلسطيني وحدوي موحد لجميع القوى السياسية
من فتح وحماس وكل الفصائل، وأيضا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لأنه لحد الآن كان مهم اعتراض على موقف بلينكين. أعتقد الاعتراضات على الموقف الأمريكي مهمة، لأن أولا تبين أن الأمريكان ليسوا أصحاب القرار كما كانوا يظنون أنفسهم، كما يريدون لم يستطيعوا أن يمرروا موضوع التهجير إلى سيناء سبب الموقف المصري والأردني والفلسطيني وحتى السعودي، وأيضا لم يستطيعوا أن يمرروا أي مشروع دون أن يتوافقوا ويعالجوا جذور المشكلة. الأمريكان اليوم يتحدثون عن إنهاء الحرب على غزة والانطلاق إلى حل القضية الفلسطينية. لا أدري إذا كانوا جديين، وعادة الأمريكان كان لديهم 70 عام لم يقدموا على ذلك، لكن لا يثق بهم. لكن هناك أهمية لمعادلات الموقف ومعادلات القوة التي تكون على الأرض، تعتقد وهذا قد يحصل. نعم، تعتقد سيد أمير مخول، عذرا للمقاطعة، أن حركة حماس يمكن أن تكون في إطار المرحلة المقبلة وفق التخطيط الأمريكي بالتعاون مع مجموعة الدول العربية، التوافق دوليا حول سيناريو اليوم التالي؟ يعني وفقا لما تريده إسرائيل وأمريكا أو الولايات المتحدة وأوروبا، حركة حماس لن تكون، لكن أين الأمور كما تذهب؟ ذكرت سابقا تحسم في النهايات وليس في ما يريده إسرائيل أو ما تريده الولايات المتحدة، وهما ليس اللاعبين الوحيدين، هناك لاعبون كثيرون وهناك قوى إقليمية ودولية أخرى ولها دورها، وهناك الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف هو صاحب الأرض التي سيبقى على الأرض ويقدر. فالأمور لا يمكن حسمها، لكن هذه النوايا التي يدفعون إليها، مع أن ما تستهدفه إسرائيل لحد الآن في غزة هو بالأساس المدنيين وليس أي شيء آخر. تمام.